هل رائد الصورة عربي؟ الجواب على هذا السؤال يرجعنا بالذاكرة إلى ابن الهيثم اللي يعتبر كمؤسس علم البصريات. شكون ابن الهيثم؟ ابن الهيثم مولود عام 965 في البصرة وتوفى في القاهرة عام 1040، وهو الأول اللي درس العين كظاهرة بصرية. هو أيضاً اللي حدد حركة الإشاعات الضوئية، وهو اللي نفى فكرة اللي العين كانت تبث في النور، وهو اللي جرب أول بيوت السوداء، وهو مؤلف كتاب المناظر اللي بقى مرجع أساسي حتى القرن 17. وابن الهيثم هو في نفس الوقت اللي اكتشف البيت السوداء. هل تعرفوا الكاميرا المظلمة؟ الكاميرا المظلمة هي ما قبل المصورات اللي نعرفوهم توا، يعرفها أرسطو، يعرفها ليوناردو دافنشي، والفكرة هذه ترجع لقديم الزمان. البيت السوداء أو الكاميرا المظلمة هي حكة مغلقة فيها نقبة صغيرة تتسمى ستينوبي. الفلكي يوهانس كيبلر هو اللي صور الكاميرا المظلمة لأول مرة، والبيت السوداء باش تصبح فيها عدسات، والعدسة هذه هي اللي حلت الباب للمصورات متاعنا.